إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكل السادة المتابعة الأوفياء، كنرحب بكم من خلال هذا البث المباشر هنا من قبيلة بني زروال. شنو هي القبيلة ديال بني زروال؟ هي غفساي، كنتواجدوا الآن في الزريقة. هذه الزريقة كيعيطوا لها في غفساي، غفساي فيها الزريقة اللي هي فيها هنا محلة تجارية ريستورات. بحال قلت هذا دابا السونتر فيل ديال غفساي، بحال قلت هذا هو اقرب مركز حضاري للجماعات القرويه المحيطه بغفساي، لان غفساي فيها دائره غفساي وكاين جماعات قرويه اللي محيطه. هنا دابا كاينين اصحاب الماكله بحال قلت الجزاره ديال بن سوده، هنا اصحاب الماكله كاين هاد المحلات اللي كاينين، وكاين الفوق عاوتاني من غير الزريقه كاين الكراج. فاذا نحاول ندير ناخذكم في جوله هنا في عاصمه بني زروال غفساي. واش اول مره كتشوفوا غفساي؟ اول مره زرتوها؟ واش سبق لكم زرتوا غفساي؟ وشنو ممكن تقولوا؟ اذا هذه هي غفساي الزريقه ما كتشاهدوا، وكاين هنا الفوق الكراج. الى طلعنا الفوق الغفساي فيها جوج ديال فيها الزريقه هنا، وكاين الفوق عاوتاني فين كاين فين كاين الادارات وفين كاين البنكات، كاينين في الفوق في غفساي في الجهه الفوقانيه. هنا الزريقه كاين المحلات التجاريه، ما عرفتش الصوره والصوت واصلينكم مزيان، نطلعوا معكم حتى الفوق الا ما كاين مشكل. جينا ماركي القف ديالنا ونزيد، نطلعوا معكم الفوق تشوفوا كذلك غفساي كيفاش دايره. فهذه عاصمه بني زروال، يعني كاين بزاف ديال الجماعات اللي تابعين لدائره غفساي. كاين هنا مركز ديال الدائره، كاين الباشاويه، كاين نعم غفساي قبيله بني زروال. سي منصف تحياتي لك اخ الكريم، سي عبد الكريم تازي تبارك الله عليك. واش سبق لكم زرتوا غفساي؟ واش كتنحدروا من غفساي؟ عطيوني التعليقات ديالكم، تفاعلوا معايا. سوق نهار الاحد بالضبط اختي فاتحه بالضبط، فالسوق كان محسوب على لا على غفساي وحولوه دابا للشطر المحسوب على سيدي يحيى بني زروال. الجماعات المجاوره لغفساي شنو هما؟ كتبوهم لي في التعليقات. كاين مجموعه من الجماعات اللي هي مجاوره للمركز غفساي، بينها الجماعه ديال البيبان اللي كتضم عين بارده، مجموعه من الجماعات يعني تزغادره هالدواور هادو اللي تابعين لجماعه البيبان. كاين الجماعه ديال الكلاز اللي مجاوره كذلك الغفساي، كاين الجماعه ديال الودكار تبا، كل هاد الجماعات سيدي يحيى بني زروال سيدي الحاج محمد تافرانس كيسان ورزاق كلهم تابعين للدائره ديال غفساي. شرفاء العلويين دوار القليعه تبارك الله عليك اختي، القليعه كاينين الناس شرفاء تما في القليعه. نوفل المدن، مرحبا خويا نوفل، تحياتي لك خويا منصف تبارك الله عليك. سي نوفل العائله ديال المدن راه يمكن من العائله، راه الوالده ديالي حتى هي كني الله يرحمها مسكينه، حتى هي عندها في الاسم ديالها المدن. اذا دابا كتعرف شي جبيلو من غفساي. ايوا راه المنطقه ديال الجباله هذه، المنطقه ديال الشرفه هذه يا الشريف، هذه راه المنطقه ديال الشرفه. حافظه العمراني من تافرانت تبارك الله عليك، عاد قبيله كنت في تافرانت، تافرانت ام صلاح الدين تبارك الله على الناس ديال تافرانت وديال كيسان سيدي الحاج محمد تابوده. يلا كل واحد يقول لي المنطقه اللي كنت منها، ولا كنت يجب لي قح من بني زروال بارطاجي هذا اللايف. تابعه دائره جماعه كالاز، راه تابعه لدائره غفساي، كالاز راه تابعه لغفساي، كالاز سيد المخفي. ها المركز ديال الدرك الملكي، هنا الجماعه فين كاينه، كاين المستشفى هنا اللي كيعاني ديال مستشفى الحسن الثاني هنايا صراحه. هذه الجماعه، هذه المقر ديال الجماعه. حنا غنضربوا لكم دويره في المركز ديال غفساي اسماعيل من بوهوده تبارك الله على الناس ديال تاونات. انا من الجا كاينين الناس ديال تاونات، يلا الناس ديال تاونات اللي معايا في اللايف بارطاجيو هذا اللايف، بارطاجيو ونوصلوا شويه الصوت ديال غفساي، بارطاجيو هذا اللايف الدراري في الصفحات وفي الجروبات، نعرفوا شويه بغفساي. اذا قلنا كنا في الزريقه، دابا راه حنا طلعنا لجهه فين كاين الادارات. اجيو شوفوا معنا جوله غناخذوها معكم هنا. ربيع يونس تحياتي السي مونسي تبارك الله على الناس الزوينين اللي كيخليو التعليقات وكيتفاعلوا. تحياتي السي مونسي من الربيعاء ديال المشاع، الناس ديال المشاع ودكا، عندي اصدقاء بزاف. تحيه لكل المتبعين لهذه الصفحه وخاصه الصديق بودري، الله يكبر بك السي دريس مسيح. شكرا للناس ديال تازغادره
اصدقاء في تازغاد راس زرناك وما مدرا شنو داروا لذاك الحجره، واش هرسوها ولا مازال؟ بني وليد عصام بوكير تبارك الله على الناس ديال بني وليد، هذاك الحجره واش هرسوها ولا مازال السي؟ لان واحد الحجره كانت في القمه ديال الجبل. هنا كاين عاوتاني قهيوات، اذا غفصه مقسمه على جوج، كاينه الزريقه اللي لتحت فيها المحلات، وكاينه كذلك هنا الادارات وفيها جوج ديال تازغادره وجماعه البيبان. سي دريس مسيح تبارك الله عليك، هانتوما الناس هنا في القهيوات. ودابا هذه غفصه، وغير اللي لاحظت هو ان الحركيه رجعات اللور بزاف في غفصه. غفصه ما كانتش هكا، كانت فيها واحد الحركيه كبيره. ياك كتذكروا معايا الايام ديال 2017 16، يعني من 11 حتى ل 2017 كانت الحركيه كان الرواج ليل ونهار، كتلقى الرواج في غفصاي. دابا هادي شو سميت هاد البلاصه بالضبط اللي انا فيها؟ يلا الدراري، الدراري اللي جايين لغفصاي، هاد البلاصه اللي انا بالضبط شنو سميتها؟ اللي حدا حدا المكتب ديال الضو، فين كيقطعوا الضو سيدي ادريس السيه. الحجره مازال كما كانت. شنو سميت هاد البلاصه هادي اللي انا فيها؟ ونتمنوا لانه المسؤولين يتفاعلوا ويجيو يصوبوا داك الحجره في تازغادره، وحنا كنعاودوا نذكروا الناس المسؤولين، راه والله الا حشومه وعيب وعار، ولكن لو وقعت شي حاجه لا قدر الله راه نتوما غتحملوا المسؤوليه ديال داك الشيء. حنا اللي علينا كصحافه رحنا وصلنا الصوت. صراحه بان لي بان غفصاي رجعات للور اخوتي، الحركيه الله يكون في عون الناس هنايا اللي عندهم محلات تجاريه، بانت لي بان الحركيه رجعات للور. فمازال عاد العشره هذه والدنيا خاويه. اذا هذه هي غفصاي عاصمه بني زروال، تحياتي السي منصيف من احفير، تبارك الله على الناس ديال احفير. الدراري يلا كل واحد فيكم يتفاعل معايا واللي منين كيتابعنا. فاذا هذه هي غفصاي، انا حاولت نقربكم من الزريقه ومن هنا من الكراج ومن المقاهي اللي كاينين هما هادو كما كتشاهدوا، كاينين المقاهي في الزريقه وكاينين المقاهي هنا. اذا هذه هي الاجواء بعاصمه بني زروال غفصاي. مجعرة سيد الوحدة شكرا اخي، تبارك الله على الناس اللي متبعين معايا. غفصاي فيها الحرارة والناس كتطلع للشمال، وبالضبط والله الا كاينة الحرارة صراحة. الله لاحظت بان اليوم 42 درجة في اقليم تاونات. تولوز يلا كل واحد فيكم يعطينا المنطقة اللي كيتابعنا منها. كاين اللي كيتابعنا من تولوز، تحية تونسية من فرانكفورت، تبارك الله على الناس ديال الجالية المغربية المقيمة بالخارج. فإذا هادي غادي نقربكم من الثانوية، شكون اللي قرا في الثانوية ديال غفصاي؟ شكون اللي قرا في الثانوية ديال غفصاي؟ نقربكم من السرج عور الذكريات. تحياتي من ودكة، تبارك الله على الناس ديال ودكة، تحياتي السي منصيف من القيطن، وكاينين جبالة عندي هنا يا خويا، الناس كلهم تبارك الله عليكم، تبارك الله على الناس ديال الجبل كاملين، الناس ديال تاونات ديال غفصاي ديال ودكا ديال سيدي يحيى بن زروال ديال كل هاد المناطق. هنا فين كاينه الثانوية، هاهي الثانوية. إذا حاولت ناخذكم في جولة تعرفوا على مدينة غفصاي، هاد المركز الحضاري اللي كيمثل أقرب مركز حضاري للساكنة المجاورة للجماعات المجاورة. مرحبا بك في تازغادرة، راك قريبة، الله يكبر بك. أشنو كاين شي عشاء؟ نجي نتعشى. الله يحفظك، راه مازال تابعني الطريقة السي أخويا العزيز، الله يحفظك. إذا هنا غادي نقربكم هنا من الثانوية إمام الشطيبي، ثانوية الإمام الشطيبي. شكون اللي قرا في ثانوية الإمام الشطيبي؟ تحياتي من تازكا في الغار. الدراري شفت ما كتبارطاجيوش هذا اللايف، نتمنى لانه يكون تفاعل هنا. دابا انا قريت فيها، يلا اجيو دابا تشوفوا هذه ثانوية امام الشطيبي. خوتي راه غفصاي رجعات اللور، شنو واقع في غفصاي؟ شفت بان الدنيا خاوية. هذه ثانوية امام الشطيبي، باب البير، تبارك الله على الناس ديال البيبان، باب البير. ثانوية الإمام الشطيبي، بات لي الدنيا خاوية الدراري، الدراري غفصاي مريزق، تبارك الله على السي المريزق، وصل عندنا لثانوية الإمام الشطيبي نشوفوك، تبارك الله على السي المريزق، أنا حدا ثانوية السي مريزق،
هو السي المريزاق. شوف باش تعرف السي المريزاق شي واحد كيعيط لي، يمكن هو نزير لي من هو السي مريزاق. السي مريزاق كي داير لاباس عليك؟ والله حتى ندوزك في اللايف معايا. كي داير السي مريزاق بخير؟ في امان الله كلشي بخير. فرصه طيبه سي السي طيبه كيف كان تبدا معنا في اللايف؟ راه متبع معك اللايف من قبيله. باقي ضياف اخرين، باقي ضياف اخرين. حصلت يا صاحبي حصلت. اهلا وسهلا عليك، كلشي بخير. الشرفه هادو هما الشرفه، الشرفه ديال بني زروال، وهذه هي العاصمه ديال بني زروال. الله يحفظك السي محمد، كي داير لاباس عليكم؟ الله يحفظك، الله يكبر فيك اودي السي محمد، كلشي بخير. كي داير الاحوال؟ الحمد لله. وما غنطولش عليكم بزاف، مازال تابعني الطريق، دابا نعاود نرجع ان شاء الله. واحد جوج دقائق وصل. مرحبا مرحبا. اذا غادي ننزل عند الشرفه، غادي نقطع منكم هذا اللايف وغنرجع. خليه يلا واخا داكو واخا. غادي نواصل معكم. شوف الشرفه شنو بغاو. سي المريزاق توحشناه، شوفوا الشرفه شنو بغاو. خلي غادي نرجع خوتي، خليكم معايا دابا. خليكم معايا خوتي. السلام عليكم. تبارك الله عليك، الله يحفظك. سمحوا لي الدراري، الله يحفظكم، سمحوا لي لان كان الشرفه غادي نواصل في اللايف والشرفه ضروري خصني نجاوبهم. غير الناس عندهم هنا واحد الموسم، المهم بغاوني نكون حاضر معاهم. سمحوا لي الله يحفظكم، خليتكم غير واحد دقيقه، راه كنتحدث مع خوتي. سمحوا لي بزاف لان الناس وقفونا، راه خصنا ضروري عندهم واحد الموسم هنا غادي يديروه، وبغاو القناه ديال شوف تيفي. للاسف غيتصادف مع الفتره ديال الكونجي ديالي، غناخذ واحد الكونجي في هذه الايامات، ولكن غادي نشوفوا الحل، غادي نشوفوا احد المراسلين اللي ممكن يلتحق بهم، لان عندهم واحد الموسم ديال التبوريضه جميل كيكون. واكيد تحيه للسي المريزاق والسي حماد والدراري كاملين، والله العظيم الا توحشنا هذه المنطقه، هذه المنطقه ديال الشرفه، المنطقه ديال عزاز. والله الاصول، اصول الاباء والاجداد اكيد من الاقليم ديال تاونات، بالضبط من جماعه تافرانت. واكيد هذه مناسبه، كنا في تغطيه لمجموعه من الاحداث، وهذه مناسبه نعرفوا كذلك بغفساي، وراه غيكون تغطيه ان شاء الله في غفساي، غادي نواصلوا ان شاء الله التغطيات في الايام القليله المقبله. اذا متابعينا غادي نكتفي بهذا القدر. اكيد مدينه الامن والامان كيقول السي احمد، انتم كتشوفوا والله الا اجواء هادئه. ملي تسولت السي مريزاق على كيفاش خوات غفساي، قال لي في العطله كتكون خاويه، وفري عنده الحق.
ديما في العطله غفسي كتكون اجواء فارغه هنا، كيمشيو الناس كيسافروا، كاين شويه الحراره، ولكن الناس ديال الشرف هادو الناس خصنا نحافظوا على الاصاله ديال هذه المدينه من خلال التراث ديالها. الصبوريضه كان فيها حافظه القران غفسي، عطات الكثير من العلماء، فيها ناس، فيها دي كادر اللي كينحدروا مغفسي، دي كادر، نعم كاينين دي كادر، كاينين اوتور اللي كبار كينحدروا مغفسي في البلاد. الحمد لله غفسي عطات الكثير في جميع القطاعات، ولكن ما تعطالهاش بزاف لولا يعني سيدنا الله ينصرو جلاله الملك اللي كان اعطى يعني كان دار قام بالزياره ديالو لغفسي، واكيد غرس فيها. كان قام بالزياره ديالو مؤخرا يعني في 2010 2011 لغفسي، واكيد اعطى مجموعه من المشاريع العملاقه من بين هذه المشاريع اللي دلنا، ولكن التنفيذ دابا المشكل سيدنا راه كيعطي المشاريع لجميع المناطق، خاصه المناطق اللي كتكون مهمشه بحال غفسي. رانا غير للاسف انا قلت السي مريزق عاد دابا والاخو السي احمد بان راني غنكون كونجي، غادي ناخذ كونجي في هذه الايامات، ولكن غادي نشوفوا كيفاش نصيفطوا احد المراسلين ديالنا ان شاء الله باذن الله باش يغطي معاهم. زعما صراحه كنت نبغي نحضر، لان ما حوجنا لنا نسلطوا الاضواء على الفولكلور الجبلي من الصبوريضه ومن الطقطقه الجبليه والغيطه وكل ما يتعلق بالفولكلور الجبلي، لان هذا دور ديالنا حنا كاعلام نسلطوا الاضواء على هاد القطاعات اللي ما خصهاش باش ما تنظافر لكي لا تنظافر، لان المجتمع المدني هو كيقوم بهذه المبادرات، ولكن حنا كاعلام خصنا نبقاو مواكبين. واحد الحاجه جيت لهنا لغفسي وخاصني نصورها، راه المستشفى ديال الحسن الثاني اللي كاين هنا راه وصمه عار على جميع المسؤولين، كيفاش السيد الوزير ديال الصحه ما يهتمش بالمستشفى ديال هذه المقر ديال الجماعه اللي عاد تم بناؤه مؤخرا. وقلت المستشفى ديال الحسن الثاني اللي وصمه عار على جميع المسؤولين، الله العلي العظيم، الا زعما خصو يتصوب مهمش لاقصى درجه ممكن تخيلوها. التطبيب ما كاينش، نقدروا نقولوا بان التطبيب ما كاينش في غفسي، التطبيب بغفسي اخي موصف، التطبيب انا داكشي اللي كنهضر عليه، لقيتيني كنهضر على التطبيب. اجي تشوف، واش جينا اجي نشوف. هذا دابا هو المستشفى، ها هو المستشفى، اجي تشوف اخوتي. هنا كاين مجموعه من الشكايات، الناس كيتشكاو بان راه ما كاين لا تطبيب لا والو هنا. اجي نضربوا الدوره من لهيه وتشوفوا، دي جرده عاد صوبوها النافوره ديال غفسي. هذه النافوره صوبوا لهم نافوره، هذه النافوره ديال غفسي، ها هي نافوره جديده كما كتشاهدوا، باش ما تنسيناش النافوره. النافوره ما عندها ما تفيد المواطن، المهم ماشي مشكل، مزيان يكون هذا الشيء. ما غنقولوش ماشي مزيان، ولكن حنا بغينا التطبيب، بغينا هذا الشيء، بغينا الطب يكون مستشفى الحسن الثاني. هذا المستشفى هذا السيد الوزير راه ما كاين لا تطبيب لا والو، راه اغلبيه ديال الناس راه كيتشكاو من الخدمات المقدمه في هذا المستشفى ديال الحسن الثاني بغفسي، فالله يجازيكم بخير. راه هذا الشيء هذا راه غندير عليه تحقيق، غندير عليه واحد اللايف. راه ما يمكنش راه الناس اللي كيجيو هنا كتكون محطه العبور لبلايص وحدين اخرين. هذا هو المستشفى ديال الحسن الثاني، راه ما كاين لا، غادي نهضر عليه، غنرجع ونهضر عليه. ما كاين لا وسائل لوجستيكيه، لا معدات طبيه في المستوى المطلوب، لا اوتور اللي غادي يستقبلوا المرضى. فاذا الله يجازيكم بخير، شوفوا لنا هذا المستشفى الحسن الثاني شنو واقع فيه. التطبيب راه الناس كتعاني، راه الناس كيجيو العيالات، كيجيو والدات كيجيو باغيين يولدوا، كيصيفطوهم شحال من وحده مات في الطريق الله يستر، شحال من وحده. سي مريزق، نعم جوج زيارات ديال وزير الصحه والاول والو، بحال ما كاين بحال الدور ديال وزير الصحه، ما عرفتش واش كتجيو غير تصوروا علينا هنايا، ولا واش كتجيو تصوروا على القبيله. انا كنقول لا الوزير ولا البرلمانيين ولا رؤساء الجامعات، واش الدور هو في الكرافطات وفي الصور اللي كتصوروا على المواطن؟ خصكم تقدموا لنا خدمات، ما يمكنش هادشي والله، ما يمكن بالله. غفسي كتعاني، الصحة والتطبيب كيعاني في غفسي، وأكيد والله ما غنتراجع، شي غفسي غنرجع ليها، غير عولوا
راه اللي شفت في غفسيره ما عجبنيش صراحه الله. كنت كنتظر بان غفسيه تزيد القدام، ولكن رجع اللور بزاف، رجع اللور نعم. غادي نشوفوا نطرقوا الابواب نشوفوا هنا شنو واقع بالضبط، التطبيب، الصحه، الشغل، يعني الحركيه التجاريه راجعه اللور، مجموعه من المشاكل والمعاناه، التعليم، الناس مع النقل المدرسي كيعاني، وهنا راه معاناه بالجمله في هذه المناطق القرويه، واللي خاص التفاته مع اصحاب القرار. ما يمكنش لان غفسي اللي عطات الكثير تهمش بهذه الطريقه هذه. مستشفى ما يكونش مستشفى في المستوى المطلوب، المستشفى اللي كاين هنا لا يرقى تطلعات، والله ونجي نسول اللي سولتي ما يقول لكش مستشفى في المستوى المطلوب، اللي سولتي هنا في القبيله اجي شدها من اللي هضرتي له على الطبيب غيقول لك راه غير مجرد كلام. المسبح نعم، برافو سي مريزة كتذكرني، المسبح غير مشغل هذا العام، وليدات ديال غفسي عامو في الويديان، المسبح شنو وقع في المسبح؟ علاش اسيدي قال لك الملف في المحكمة؟ شنو وقع في المسبح؟ علاش ما تشغلش المسبح؟ فين غيعوموا الوليدات؟ غيمشيو للوادي يعوموا يموتوا؟ الحي الصناعي متوقفة، شوف سي مريزق راه مشاكل هنا وجد سي مريزق، غادي نجي وغادي نفتحوا تحقيق في مجموعة من المشاريع المتوقفة هنا في غفسي اللي كنعطاها سيدنا الله ينصروا المسبح. اش كانت على ما اعتقد المبادرة اللي بناتو ياك سي مريزق؟ المسبح المبادرة اللي بناتو، اجي طلع على المسبح دابا، ها الطريق اللي استفدت منها غفسي اللي شوية مزيان، ها الطريق هادي اللي كان سيدنا الله ينصروا هو اللي عطاها، ها الطريق هادي دوبل فوا هي اللي مزيانة، الشيء الآخر والله ما شفت أنا ذاك المشاريع بالملاير، والله ما شفت شي حاجة اللي استفدت منها غفسي. ها الطريق هادي اللي مزيونة، ها الطريق هادي اللي دارت، هادي ما نقولوا ما ندمناش عليها، هادي مزيانة سيدنا الله ينصروا، هادي اللي واخا نقدروا نقولوا الأشغال شوية وصافي، ولكن دوبل فوا كمدخل ديال غفسي يعني مزيان، كاين الشيء الآخر ما كاين والو. فلا حول ولا قوة. اسمحوا لي على الانقطاع الخارج على الإرادة ديالنا بسبب تا الكونيكسيون ضعيفة في هذه المنطقة هذه. لا سي فري خصني ندير مستوصفات ديال التاونات. صراحة الله راني غيبت شوية على تاونات، نعم كنعترف بها. لربما مسؤولية عظيمة ملقاة على العاتق ديالي في الجهة كاملة، وتاونات راه محسوبة عليا، يعني جزء لا يتجزأ من جهة ديال فاس مكناس، ولكن راه خصني نرجع لتاونات شوية نعطيها حقها. لربما المشاكل اللي كتكون ومجموعة من الأحداث اللي كنغطيها في مجموعة من المناطق ماشي نساتني في تاونات، ولكن غادي نقطع هذا البث المباشر، غادي نرجع بعد لحظات.